أطفال في كل مجال، نصنع مجتمع الآمال. طاقتنا بذل وعطاء، لا نعرف صعبا ومحال. طاقتنا بذل وعطاء، لا نعرف صعبا ومحال. لا نعرف صعبا ومحال. ونربي جيلا ذهبيا يتميز بين الأجيال. أبطال في كل مجال، نصنع مجتمع الآمال. نصنع مجتمع الآمال. أين عمر؟ منذ الصباح لا أراه. ما إن استيقظ حتى دخل مختبره. سأستغل وقتي لقراءة كتاب جديد. هكذا أكون أنهيت 30 كتاباً خلال الشهر. بحثت عنك في كل مكان. معذرة يا أمي، فلقد كنت منهمكاً بوضع اللمسات الأخيرة لابتكاراتي. حدثني عن ابتكاراتك هذه. هذه الروبوتات قمت بتطويرها وبرمجتها ببرامج ذكاء متطورة ليقوم كل روبوت بدوره. هذا الروبوت أطلقت عليه اسم القارئ الذكي، وقمت بتغذية ذاكرته بكميات ضخمة من الكتب بلغات مختلفة. ابتكار رائع، سيعين من فقد نعمة البصر ويقرأ له ما يحب من كتب. وهذا؟ هذا الروبوت المنقذ، وهو سباح ماهر، مهمته إنقاذ من لا يجيد السباحة. وهذا روبوت الإطفاء، يستطيع إخماد الحرائق في لحظات. وما مهمة الروبوت الأخير؟ ما زال قيد التطوير. أحاول أن أضع فيه صفات الروبوتات الثلاثة ليكون قاهر المخاطر كلها. مرة أخرى تتركين باب الثلاجة مفتوحاً؟ آسفة يا أمي. سأضع في خطط ابتكار باب ثلاجة يغلق من تلقاء نفسه. Thank you.